اهلا بيكم. مش عارف ليه في ناس لحد دلوقتي بتخاف من الخيوط اللي بنشد بيها ترهلات وتجاعيد الوجه والرقبة. الحقيقة دي من الطرق المفيدة جدا، خاصة في الدرجات البسيطة والمتوسطة اللي مش مستاهل فيها ان احنا نعمل عملية شد. علشان كده بننصح باستخدام الخيوط للدرجات اللي تحت المتوسطة، ومن الجلسات اللي بتتعمل في العيادة ما بتحتاجش ليه فتحة او جراحة او خياطة، لا ده هي إبرة فيها الخيط بنقدر نتحكم في اتجاه الشد ودرجة الشد. الحقيقة هي مدتها سنة تأثيرها بيروح، بنرجع تاني للوضع الاولاني قبل ما نعمل او لوضع افضل لكن مش اسوأ. الجميل في الخيوط كمان ان احنا ممكن نعمل معاها فيلر علشان نكمل النتيجة، خاصة في التجاعيد اللي بتكون موجودة حوالين الفم واللي تحت العين. زي ما قلت هي جلسة بسيطة بتتعمل في العيادة، في دقائق ممكن نحصل على نتيجة هائلة جدا، ومفيش منها اي خوف ولا اي قلق، بالعكس هي بتعالج مشاكل كتير جدا، خاصة كمان الترهلات اللي بتحصل وتعمل الترهل او بتعمل المنظر اللي بيضايق كتير من السيدات في منطقة الفك، ترهلات الرقبة، هبوط وتهدل الخد، كل ده من الحاجات الخيوط بتفيدنا فيه.